لما بنتكلم مع حضراتكم سواء في أخبارنا أو في مواضيعنا ونشوف الدولة إزاي بتشتغل وإزاي بتفكر وإزاي عايزة تنهض بالبلد دي وتطلع بيها لقدام في مشروعات في شغل في بنية تحتية في كل الملفات وكل القطاعات اللي ما كانتش محتاجة أبدا إحنا نتأخر ونشتغل فيها بمسارات متوازية زي ما قال الرئيس. لكن كمان محور تاني مهم ما يقلش أهمية في الشغل والمشاريع المهمة اللي بتتعمل، الإنسان، بناء الإنسان، الاستثمار في البشر، قوة مصر البشرية، قوتها في شبابها، إنه يكون عندنا في صف تاني، يكون في عندنا شباب مدربين ومؤهلين للقيادة، وكان طبعًا ده شيء مهم كنا افتقدناه لسنين طويلة، لكن النهاردة أنت بتتكلم على الشباب متواجد وممثل سواء في المجالس النيابية بشكل كبير أو حتى كمان في الأحزاب السياسية على مستوى القيادات التنفيذية في الحكومة المصرية، وشوفنا طبعًا كتير من معاوني ومساعدي السادة الوزراء حتى من السادة المحافظين، شفنا المحافظين الشباب دم جديد فكر مختلف، ازاي ده بيضيف وهو الانطباع عندهم ايه كمان، وازاي ده بيحملهم مسؤولية اكبر ان هم يثبتوا نفسهم، وايه طبيعة التحديات كمان اللي بيواجهوها. هنتكلم عن ده مع يعني واحدة من او شابة من الشباب اللي اتيحت ليهم الفرصة ان هم في السن الصغير لكن بالمؤهل وبالخبرة، يمكن حتى مش بالسنين الطويلة لكن خبرة اكتسبوها من خلال برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب وغيره. معانا في الحياة اليوم ومشرفانا أستاذة سلمى عبد الناصر صقر، معاون وزيرة الهجرة للعلاقات الدولية وشؤون المصريين بالخارج. أستاذة سلمى مساء الخير، أهلا بيك. نور، أهلا أهلا بحضرتك. أنا عايزة أبتدي قبل ما أتكلم عليك أنت شخصيا وإيه اللي حصل معاكي، الفكرة نفسها أن الشباب يكونوا في مناصب مهمة أو أن هم يشوفوا البلد بيحصل فيها إيه وإيه الملفات وإيه التحديات ويبدأوا يفكروا ويشتغلوا عليها، الفكرة دي بالنسبة لك عاملة إزاي؟ إيه أهميتها؟ يعني هو أنا لمستها وأنا راجعة من الكلية في يوم كان الرئيس بيعلن إطلاق عام الشباب في 2016. بصراحة يعني كان لحظة حسيت إنها فارقة في حياتي، لأن وقفت كده وقلت طب انا ليه ما كنتش واحده من الناس دي؟ تمام، ما كنتش اعرف ان انا هوصل للحته دي دلوقتي اللي انا فيها، بس كان عندي امل وطموح اللي هو ممكن حد زي شاب عادي في بيته واقف بيتفرج على الشاشه يبقى في يوم من الايام في المكان ده. ف يعني كان بالنسبه لي حلم بعيد، بس سبحان الله بقى واقع، بقى واقع ملموس بسياسات واضحه زي ما حضرتك قلتي في كل الاماكن التنفيذيه او الحكوميه. ف لا يعني حاجه تشرف وتخلي الواحد فخور ببلده وان هو في مصر. طب احكي لي بقى يعني كانت اول خطوه ايه؟ انا طبعا عارفه ان انت على فكره سلمى من الاوائل، اوائل الجمهوريه في الثانويه الازهريه، كانت الاولى على الجمهوريه. انت ترجمه ولغات، لغات وترجمه، واخده ماجستير كمان بعد كده العلاقات الدوليه، علاقات الدوليه، وده كمان محل تخصصك في الوزاره. مزبوط. طب قولي لي سلمى، سمعتي الكلام ده والرئيس يقول لك عام الشباب، انت فكرتي اشتغلتي عملتي ايه؟ يعني كانت الخطوه اللي بعد كده قمتي بها ايه؟ خلصت الكليه لان انا كنت لسه بدرس بصراحه. واول حاجه عملتها وانس ان انا خلصت قدمت على البرنامج الرئاسي، دخلت في مرحله انا ما كنتش متوقعه ان البروسيس تبقى طويله كده، بس كانت بروسيس طويله فيها مئات الالاف من شباب المصريين قدموا، حصل شورت ليستنج، انترفيوز، امتحانات، الحمد لله بقيت موجوده في البرنامج. من خلال البرنامج طبعا قعدنا سنه كامله يعني كورسات ومحاضرات مختلفة في كافة الموضوعات، سياسة واقتصاد، إدارة، تسويق، حتى استراتيجية وأمن قومي من خلال أكاديمية مصر العسكرية. والحقيقة كان التأهيل ده مهم جدا بالنسبة لنا كلنا، لأن كلنا في كل واحد فينا كان الباك جراوند بتاعته مختلفة. أنا كنت جاية لغات وترجمة، يمكن معرفش قوي في السياسة والاقتصاد، معرفش قوي في الاستراتيجيات، في ناس تانيين كانوا جايين تجارة عارفين شوية اقتصاد بس ما يعرفوش عن السياسة. فكانت التوليفة الموجودة المتكاملة والمتنوعة دي كانت مهمة جدا انها تتعرف على كل الحاجات دي. خطوة انك تدخلي الوزارة جت ازاي؟ هو الحقيقة انا كنت يعني بشتغل في غرفة عمليات حياة كريمة في التوقيت ده، وحصل ترشيح من البرنامج الرئاسي لعدد كبير من اعضائه. دخلنا في مراحل مختلفة، الأول الأوراق اتقدمت سي فيز وكده، وبعد كده يعني انترفيو مع المعالي الوزيرة السابقة السفيرة نبيلة مكرم، ويعني خليني برضو أشكرها وأتوجه بالشكر الشديد جدا لمعالي الوزيرة سهى جندي على تهنئتها اللي يعني خلتني موجودة معاكم النهاردة، وعلى البوش اللي هي ادتهاني، لأن هي
من خلال البوش دي انا قادره ابذل مجهود اكتر الفتره الجايه، فبشكرها جدا. طب قولي لي التجربه دي، انك شابه في سن صغير تدخلي تبقي معاون للوزير، هنا بقى الملفات او اجواء العمل واللي حواليكي ممكن يكون اكبر منك، شايفك ازاي؟ ايه التحدي او الصعوبه اللي بتواجهيها؟ خلينا نقول برضو يعني لولا الاكسبوجر اللي حصل في البرنامج ما كانش ممكن نبقى احنا قادرين ان احنا نخش في المعركه دي شويه، خليني اسميها معركه لانها صعبه جدا على اي حد جاي صغير فجاه دخل الحكومه المصريه، وطبعا احنا عارفين الاجراءات المعقده اللي بتكون موجوده، وعنده رؤيه وعنده حلم انه يطور. فلو هو ما كانش دخل في البرنامج او مر بهذا هذه التجربه من التاهيل ما كانش هيقدر يستوعبها ولا يقدر يجو ثروت يعني يكمل فيها. فاحنا مرينا بحاجات كتير، التدريب وتاهيل الاول، وبعد كده تنظيم المؤتمرات الوطنيه للشباب، منتدى شباب العالم اللي خلى بقى الاكسبوجر يبقى اكبر ويبقى على مستوى العالم مع شباب مختلفين. طبعا في الاجتماعات التحضيريه بنقعد مع منظمات دوليه، بنقعد مع مؤسسات وطنيه مختلفه، وبنبقى قاعدين وبنقول رؤيتنا بشكل واضح والمسؤولين بيسمعونا، وكانت دي بالنسبه لنا حاجه يعني كبيره جدا. وخليني برضو احكي لحضرتك موقف سريع في خلال شغلي كمعاون في بداياته. كنا قاعدين مع احد المسؤولين في المنظمات الدوليه الكبيره بدون ذكر بقى اسماء، والحقيقه جات لي الفرصه ان انا اتكلم شويه على الجزئيه الخاصه بتمكين الشباب في مصر. تمام. كان في حاله من الانبهار الشديد، رغم يعني ان المفروض من الدول المتقدمه طبعا، الدول الاوروبيه متقدمه جدا ودول برضو الغربيه عموما، بس كان في حاله من الانبهار الشديد ان هو في مصر بيحصل فيها كده بجد؟ بيحصل فيها كده بجد. انا شاهد عيان وجزء منه، عندي زمايلي وصحابي كتير جدا ده بيحصل لهم، وده يعني برؤيه من القياده السياسيه واضحه انه لا، الشباب دورهم واضح ودورهم موجود على الارض. فلا يعني احنا تجربه رائده، خليني اقول برضو دي يعني مصر في تمكين الشباب تجربه رائده ويعني وفريده من نوعها، لان فكرة ان احنا نجيب من كل ربوع وانحاء الجمهورية 500 شاب وشابة يتعرفوا على بعض ويبدأوا يتأهلوا، وبعد كده ابدأ احطهم في الاماكن اللي تناسب تأهيلهم، ده مخلينا في حتة تانية خالص. ربنا يوفقك ان شاء الله ويوفق كل الشباب، هم المستقبل وهم الامل، ولما يكونوا شغالين وشايفين ايه البلد بيحصل فيها، حجم التحديات، عندهم معلومات، عندهم افكار جديده ومختلفه، ده بكل تاكيد مصلحه لينا كلنا. كان من ايام برضو كان معايا معاون وزيره التخطيط سيف بالظبط كده، برضو كلكم شباب صغيرين وفي ثقافة وفي دراسة مختلفة وعندكم رغبة كمان انك تثبتوا نفسكم وتتحدوا اي حد يقول ده صغير في السن، فده يبقى المكسب لينا احنا بقى اكبر. ربنا يوفقك. شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا. استاذة سلمى عبد الناصر صقر، معاون وزيرة الهجرة للعلاقات الدولية وشؤون المصريين بالخارج، بشكرك مرة تانية.